نبدأ كده في الريسبيراتوري سيستم. عندنا أول حاجة في الريسبيراتوري سيستم عارفين إن هو بينقسم لحاجتين، حاجة اسمها conducting portion و respiratory portion. يبقى تاني ال respiratory system بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجتين، ال conductive، مش عارف طب في علم مناسب هنا. عندنا ال conducting portion وال respiratory portion. ال conducting portion بتتكون من كذا حاجة. قال لك أول حاجة من ال conductive النيزل كافيتي، يبقى أول حاجة من ال conductive portion أجزاء ال conductive portion عندك النيزل كافيتي، عندك الفارنكس واللارنكس والتريكيا والبرونكاي والبرونكيول والتيرمينال برونكيول. يبقى تاني أجزاء ال conducting portion النيزل كافيتي أو النوز يعني، الفارنكس اللي هو البلعوم، اللارنكس الحنجرة، التريكيا والبرونكاي، عندي external برونكاي وانترنال برونكاي، عندك البرونكيول ونهاية البرونكيول، بعدها مين؟ التيرمينال برونكيول. طيب عندك الريسبيراتوري بورشن بيتكون من الريسبيراتوري، مش هو دخل في الريسبيراتوري بورشن يبقى دخل في الريسبيراتوري برونكيول. انا انتهيت عندي التيرمينال برونكيول ده في الكوندكشن، في الكوندكتنج بورشن. الريسبيراتوري يبقى بتبدأ من الريسبيراتوري برونكيول، بعد كده الالفرار داكتس والالفرار ساكس. تاني المكونات انت عندي الكوندكتيف النيزل كافيتي، الفارنكس واللارنكس اللي هي البلعوم والحنجره، بعد كده التريكيا، بعد كده البرونكاي عندك اكسترنال وانترنال، بعد كده البرونكيول والتيرمينال برونكيول. نبدا في الريسبيراتوري، ما عندكش غير ثلاث مكونات بس في الريسبيراتوري. طالما ريسبيراتوري يبقى ريسبيراتوري برونكيول والفولار، باختلاف بقى الفولار يا اما داكتس يا اما الفولار ساكس. يبقى الفولار مش بتيجي بس غير مع الريسبيراتوري، وعندك طالما ريسبيراتوري يبقى ريسبيراتوري برونكيول، واي الفولار بقى اي الفولار داكتس الفولار ساكس يبقى انت في الريسبيراتوري بورشن. وظيفه كل واحده منهم، انت عندك الكوندكتنج بورشن ده وظيفته ان هو زي ما قلنا ان هو في موصلات ومكيفاتي وبيرطب وبيعمل فلتره، فهو بيعمل ورم للهواء اللي داخل، كمان بيفلتر الهواء اللي داخل من اي ميكروبات واي حاجات ضاره داخله مع الهواء. كمان ده مش بيعمل جاز اكستشينج، هو مش مسؤول على الجاز اكستشينج. المسؤول على الجاز اكستشينج من اسمها الريسبيراتوري بورشن، هي اللي مسؤوله على الجاز اكستشينج، انما ده موصلات مكيفاتي ومرطب ومرشح ورم للهير اللي داخل، للانهيرد الهواء الداخلي اللي هو داخل الرئه، وبيعمل فلتره للهواء، لكن مش بيعمل جاز اكستشينج. اللي بيعمل جاز اكستشينج هو الريسبيراتوري بورشن. طيب نشوف اول حاجه من الكوندكتنج بورشن. اول حاجه قلناها النيزل كافيتي، من مكونات الكوندكشن الكوندكتنج بورشن النيزل كافيتي. طيب النيزل كافيتي نبدا في اجزاء النيزل، اول جزء معايا هي الانتيريور بورشن. الانتيريور بورشن او الجزء الخارجي، الجزء الخارجي اعتبره ان من الجسم بتاعك اللي هو الجلد بتاعك. الجلد بتاعك بيكون ايه؟ قال لك الجلد بيكون ستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد، يعني الجلد بتاعك بيكون محاط بكيراتين. يبقى الانتيريور بورشن او الجزء الخارجي في النيزل كافيتي ده اكتر جزء يعني من بره، احنا في النيزل كافيتي اللايننج ابيثيليوم بتاعها اول جزء معانا الانتيريور بورشن. اللايننج ابيثيليوم بتاعها ايه؟ ستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد. ليه ستراتيفايد كيراتينايزد؟ لان الانتيريور بورشن ده ابعد او الاوتر لاير بتاعتي. الانتيريور بورشن هو الاوتر لاير، ابعد جزء، والجزء الخارجي بتاع الجسم. فالجزء الخارجي بتاع جسمي بيكون ماله؟ بيكون كيراتينايز ستراتيفايد سكويماس كيراتينايز. الانتيريور بورشن بسميه الفيستيبيول، ده الاسم الثاني للانتيريور بورشن. يبقى الانتيريور بورشن ثاني اللاين ابيثيليوم بتاعه ستراتيفايد سكويماس كيراتينايز، وده الجزء الانتيريور بورشن من النيزل كافيتي. طب ناخد البوستيريور، احنا خدنا الانتيريور ستراتيفايد سكويماس كيراتينايزد لان ده الجزء الايه؟ الاوتر لاير. البوستيريور ده بيكون ريسبيراتوري ابيثيليوم او سود ستراتيفايد سيليتد كولامينر وذ جوبلت سيل. جوبلت سيل ده ايه ده؟ دي اسطمبه بنقولها مع الريسبيراتوري ابيثيليوم. يبقى اي ريسبيراتوري ابيثيليوم بنقول اللي هو سود ستراتيفايد كولامينر سيليتد وذ جوبلت سيل. سود ستراتيفايد
كولومينر سيليتد ويز جوبلت سيل. ده مين؟ ده اللاين الابسيليوم بتاع البوستيريور، بيكون ريسبيراتوري ابسيليوم. يبقى تاني عندنا الانتيريور بورشن، ده الجزء الخارجي، فكان ستراتيفايد سكويمس كيراتينايز، ستراتيفايد سكويمس كيراتينايز. طيب البوستيريور ده كان ريسبيراتوري ابسيليوم، يعني سودو ستراتيفايد كولومينر سيليتد ويز جوبلت سيل. ده ايه؟ ده الريسبيراتوري ابسيليوم او البوستيريور بورشن بتاع النيزل كافيتي، البوستيريور بورشن. يبقى البوستيريور كان ريسبيراتوري، يبقى البوستيريور كان ريسبيراتوري او سودو ستراتيفايد، اولهم حرف البي كله. يبقى السودو ستراتيفايد ابسيليوم كولومينر سيليتد ويز جوبلت سيل، ده كان البوستيريور بورشن بتاع مين؟ بتاع النيزل كافيتي. اخر جزء معانا في النيزل كافيتي هو الابر بورشن. خدنا الانتيريور ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد، لان ده الجزء الخارجي اللي هو ايه؟ بيكون سين سكن. طب الابر بورشن ده بيكون اوليفاكتوري ايبيثيليوم. يبقى الابر بورشن اوليفاكتوري ايبيثيليوم. طب يعني ايه اوليفاكتوري؟ قال لك الاوليفاكتوري ده بيكون عباره عن نيورو ايبيثيليوم، مسؤول على ايه؟ النيرف سيلز والحاجات اللي زي كده. يبقى الاوليفاكتوري ده هو النيورو ايبيثيليوم، النيورو ايبيثيليوم مسؤول على الاعصاب والنيرفات والحاجات اللي زي كده. يبقى لما يقول لي اللايننج ايبيثيليوم بتاع النيزل كافيتي، هقول له انا عندي ثلاث حاجات: انتيرير بورشن، وبوستيرير اللي هي بتكون ريسبيراتوري، والابر اللي هو بيكون اوليفاكتوري. الانتيرير بورشن ده اللي هو الجزء الخارجي اللي احنا قلنا عليه ان الجزء الخارجي بتاع جسمي بيكون ستراتيفايد كولوم ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد، يعني فيه كيراتين. طب البوستيريور بورشن، البوستيريور بورشن احنا قلنا البوستيريور في حرف البي، فده بيكون ريس بايراتوري ايبيثيليوم. الريس بايراتوري دي كانت اسطمبه اللي هو كانت سودو ستراتيفايد كولومينر سيليتد ويز جوبلت سيل، سودو ستراتيفايد كولومينر سيليتد ويز جوبلت سيل. ده كان البوستيريور بورشن او الريس بايراتوري بورشن او الريس بايراتوري ايبيثيليوم. طب الابر بورشن، الابر بورشن ده اللي هو كان النيورو ايبيثيليوم اللي هو كان الاوليفاكتوري، اوليفاكتوري ايبيثيليوم. يبقى تاني انت عندك في النيزل كافيتي ثلاثة بورشن: انتيريور وده كان الجزء الخارجي ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد، الجزء اللي هو الابر بورشن اللي هو كان اوليفاكتوري اللي هو كان نيورو ايبيثيليوم. طب الجزء البوستيريور اللي هو كان ريسبيراتوري بوستيريور ريسبيراتوري سودو ستراتيفايد سيليتد ويز جوبلت سيل. طب سؤال منفرد لوحده، قال لك اللاين ابسيليوم بتاع الاوليفاكتوري، الاوليفاكتوري ده هو كان الابر بورشن بتاع النيزل كافيتي، هو كان النيورو ابسيليوم. يبقى نوع اللاين ابسيليوم للاوليفاكتوري هو ايه؟ النيورو ابسيليوم، نيورو ابسيليوم. ده الاوليفاكتوري ابسيليوم هو مسؤول على النيورو ابسيليوم. طيب هو اتكلم بالتفصيل هنا على الاوليفاكتوري، قال لك الاوليفاكتوري ده بيكون كيمو ريسبتور او سنسوري سيل. يبقى الاوليفاكتوري ايبيثيليوم بيتكون من اوليفاكتوري سيل او كيمو ريسبتور او سنسوري سيل اللي هو مسؤول على الاحساس واللي هو المستقبلات، طالما هو ايه؟ نيورو ايبيثيليوم. طيب السيل بتاعته بتتكون من ايه؟ قال لك بتتكون اي نيرف سيل بتتكون من سبورتنج سيل و بيزال سيل والاوليفاكتوري سيل. الاوليفاكتوري سيل هي الكيمو ريسبتور او السنسوري سيل. يبقى تاني الاوليفاكتوري ايبيثيليوم بيتكون من نيورو ايبيثيليوم، السيل بتاعته من اسمها اوليفاكتوري ايبيثيليوم بيتكون من الاوليفاكتوري سيل. الاوليفاكتوري سيل هي الكيمو ريسبتور اللي هي الريسبتور يعني، والسنسوري سيل. طب والسبورتنج سيل والبيزال سيل اللي هي مسؤولة على ان هي تعمل ايه؟ ريجينريشن و ستيم سيل، يعني اللي هي بتفرز او هي اللي بتنتج السبورتنج سيل، دي البيزل سيل اللي هي بتكون ستيم سيل. يعني ستيم سيل يعني خليه جذعيه للخليات التانية، هي اللي بتولدهم هي اللي بتنتجهم، دي مين؟ دي البيزل سيل. يبقى تاني الاوليفاكتوري ايبيثيليوم اللاينين ايبيثيليوم بتاعه نيورو ايبيثيليوم، مسؤول على النيرف والحاجات اللي هي زي كده. طب السيل بتاعته من اسمها الاوليفاكتوري ايبيثيليوم، يبقى الاوليفاكتوري سيل او الكيمو ريسبتور سيل او الريسبتور سيل او السنسوري سيل. وعندك السبورتنج سيل اللي هي بتعمل سبورت وحمايه، والبيزل سيل. يبقى هنا الاولوفاكتوري سيل
هي مش فاجوسيتوزيس ولا سيكريتوري ولا ابسوربشن، هي ريسبتور او كيمو ريسبتور، مستقبلات كيمو ريسبتور او ايه تاني، او سنسوري، مش هي مسؤولة على النيورو ابسيليم اللي هي جزء من النيورو الولفاكتوري ابسيليم اللي هو كان نيورو ابسيليم، يا خلاص يبقى السيل بتاعته كيمو ريسبتور او سنسوري او ريسبتور سيل. طب قال لك ايه اللاين ابسيليم بتاع النيزل كافيتي؟ انت عندك النيزل كافيتي بتكون من ثلاث حاجات، الانتيرير بورشن وده كان الاوتر اللي هو كان سين سكن اللي هو بتكون من استراتيفايد سكويمس كيراتينايزد، يعني في كيراتين. طب انت عندك البوستيرير بورشن انتيرير، بعدها مين؟ بعدها بوستيرير، البوستيرير كان ريسبيراتوري ابيسيليوم، وده كان الريسبيراتوري ابيسيليوم كان نوعه سود استراتيفايد كولامينر سيليتد وذ جوبلت سيل. عندك بعد كده الابر اللي هو كان مين؟ اللي هو كان الاولفاكتوري ابيسيليوم، وده كان نوعه نيورو ابيسيليوم، نيورو ابيسيليوم. انت عندك حاجه في الاولفاكتوري سيل احنا قلنا عليهم ريسبتور سيل او كيمو ريسبتور او سنسوري، قال لك ان هي الاسم التاني ليها او بتتكون من ايه؟ قال لك بتتكون من باي بولر نيرونز، اليوني بولر ده بيتكون من اكزون بس، انما الباي بولر بما انها اولفاكتوري سيل او سنسور سيل فبتتكون من حاجتين، الاكزون والدندرايتس بتاعتها اللي هي كانت عامله كده، الاكزون والدندرايتس بتاعها، فهي باي بولر، هي اتنين الاكزون معاها ومعاها مين؟ الدندرايتس. تمام، يبقى ده الاولفاكتوري سيل بتكون مالها؟ بتكون باي بولر نيرونز، بتكون باي بولر نيرونز، او الاسم التاني ليها كيمو ريسبتور، او بتكون كيمو ريسبتور او ريسبتور او سنسوري سيل. يبقى الاولفاكتوري سيل بتكون ايه؟ يوني بولر؟ لا، يوني بولر دي اكزون بس من غير دندرايتس، لا هي باي بولر، هي اكزون ومعها مين؟ ومعها الدندرايتس، لان هي بتكون ريسبتور سيل او كيمو ريسبتور او سنسوري سيل. دي مين؟ دي الاولفاكتوري سيل، فهي بتكون باي بولر نيرونز مش يوني بولر، باي بولر نيرونز. طيب كده خلصنا النيزل كافيتي، النيزل كافيتي قلنا عليه ثلاث معلومات، الانتيرير بورشن كان استراتيفايد سكويمس كيراتينايزد، البوستيرير كان الريسبيراتوري ابيسيليوم او السود استراتيفايد سيليتد وذ جوبلت سيل، ده هو الريسبيراتوري ستامبا، بعد الريسبيراتوري ابيسيليوم هو التعريف الثاني ليه سود ستراتيفايد سيليتد وذ جوبلت سيل كولومينر، والابر بورشن اللي هو بيكون ماله الاولفاكتوري او السنسوري سيل، متكون من الاولفاكتوري سيل هو الاولفاكتوري ابيسيليوم، هو النيورو ابيسيليوم، متكون من الاولفاكتوري سيل بتكون كيمو ريسبتور او سنسوري او ريسبتور، وبتكون باي بولر نيرونز يعني اكزون دندرايتس، وبتكون من كمان سبورتنج سيل بتعمل سبورتنج للاولفاكتوري، والبيزل سيل بتعمل ريجينريشن او ستيم سيل خليه جذعيه، وبتكون مين اللي قبلها اللي هي سبورتنج سيل. نيجي بعد كده للبارا نيزل ساينس او البارا نيزل كافيتي او الجيوب الانفيه، قال لك ان هي بتكون من ريسبيراتوري ابيسيليوم يعني سود ستراتيفايد كولامينر سيليتد وذ جوبلت سيل، زي كانت مين فوق في النيزل يعني البارا نيزل، زي مين في النيزل؟ زي البوستيريور بورشن، مش احنا قلنا البوستيريور بورشن كان ريسبيراتوري ابيسيليوم كان سود ستراتيفايد كولامينر سيليتد وذ جوبلت سيل، يبقى خلاص يبقى البارا نيزل زي النيزل في الجزء البوستيريور بورشن بتاعها، يعني هي بتكون ريسبيراتوري ابيسيليوم او سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد وذ جوبلت سيل. هو عايز اللاين الابيسيليوم بتاع البارا نيزل، البارا نيزل يبقى ريسبيراتوري ابيسيليوم، يبقى بيكون ماله سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد وذ جوبلت سيل زي مين كان في النيزل؟ زي البوستيرير بورشن اللي كان في النيزل كافيتي. كده في الجزء اللي هو الفارنكس اللي هو البلعوم، البلعوم بيتكون من ثلاث اجزاء او انا بقسمه ثلاث اجزاء، النوز والاورال كافيتي اللي هو تجويف الفم واللارنكس، يبقى اللي باصص على النوز بسميه نوزو فارنكس، طب الاورال كافيتي يبقى اورو فارنكس،
طب اللارنكس يا اما لينجو فارنكس يا اما هايبو فارنكس. تاني الفارنكس اللي هو البلعوم، عندي منه 3 اجزاء، الباصص على النوز فبسميه نوزو فارنكس، والباصص على الاورال كافيتي فبسميه اورو فارنكس، والباص على اللارنكس فبقسمه لينجو فارنكس او هايبو فارنكس. طيب نعرف اللايند ابيسيليام بتاع كل واحده، عندنا النوز واللارنكس هما الاثنين ريسبيراتوري ابيسيليام، يعني سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد وذ جوبليت سيل، دي الاسطمبه بتاعه الريسبيراتوري. الاورال بقى كافيتي هو المختلف عنهم، كان ستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد. تاني الريسبيراتوري احنا خدنا كذا حاجه ريسبيراتوري النهارده، كان عندك اول حاجه في النيزل كافيتي اللي هي النيزل او النوز، نيزل كافيتي نيزل كافيتي، كانت عندك البوستيرير بورشن، احنا قلنا ان البوستيرير بورشن كان ريسبيراتوري ايبيثيليوم. طب عندك كمان في اللي قبلها البارا نيزل، يبقى انت عندك في النيزل، عندك في البارا نيزل، عندك في الفارنكس، عندك في النيزل كان البوستيرير بورشن هو اللي كان ريسبيراتوري ايبيثيليوم، في البارا نيزل مفهوش، هو كله ريسبيراتوري ايبيثيليوم. عندك في الفارنكس عندك حاجتين في الفارنكس، النوزو فارنكس واللارنكس كان ريسبيراتوري ايبيثيليوم. طب الاورال كافيتي قال لك الاورال كافي كان ستراتيفايد سكويمس نون كيراتينايزد، لان هو جوه، انما مين اللي كان كيراتينايزد؟ كان ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد، ده كان في النيزل، في النيزل كافيتي الجزء المين، الجزء الانتيريور بورشن اللي احنا قلنا ان هو باصص على السكين، باصص من بره، ده كان الاوتر لاير، فعشان كده كان السين سكين، فكان ستراتيفايد معبى بالكيراتين، ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد. انما في الفارنكس الاورال كافيتي مستخبي جوه فهو نون كيراتينايزد، وعندي النوز والفارنكس في جزء الفارنكس مالهم ريسبيراتوري ايبيثيليوم، ريسبيراتوري ايبيثيليوم. احنا قلنا النيزل كافيتي وظيفتها، النيزل كافيتي جزء من الكوندكتيف بورشن او الكوندكتيف زون، اهي كان النيزل كافيتي اول واحده، فكان من ضمنها مين؟ احنا قلنا ان هو بيدفي ويرطب ويفلتر والكلام ده، فهو بيعمل ميوستن، يعني هي الترطيب، وبيعمل كمان وورمنج تدفئه للهواء اللي داخل، وبيمنع البارتكلز الحاجات الضاره اللي هي بتدخل لللنج مع الهواء اللي داخل، كمان بيبقى مسؤول على السنس اوف سميل، حاسه الشم، اللي هو كان مين؟ كان الاوليفاكتوري، هي الكيمو ريسبتور. يبقى تاني النيزل كافيتي بما انه جزء من الكوندكتيف او الكوندكتنج بورشن، فبيعمل ترطيب ميوستن، وبيعمل وورمنج تدفئه، وبيمنع الميكروبات، يعني بيعمل فلتره فلتريشن للبارتكلز اللي بتدخل مع الهواء اللي داخل تو انتر، ان هي تخش اللنج، كمان بيبقى مسؤول على السنس اوف سميل، دي كانت من وظيفه الاوليفاكتوري سيل. يبقى الفانكشن بتاعت اللاين ابيثيليوم بتاع النيزل كافيتي، النيزل كافيتي جزء من الكوندكتيف، يبقى مش مسؤول اي حاجه عن اللي هو الجاز اكستشينج، لا ده بيعمل وورمنج، بيدفي الانسبايرد هير الهواء اللي انا بتنفسه، وبيعمل مويستنج، يعني بيعمل ترطيب وبيعمل تدفئه، يبقى A و B، بيعمل ترطيب وتدفئه، النيزل كافيتي جزء من الكوندكتيف، يبقى مسؤول على ان هو بيعمل ترطيب وفلتره، وكمان بيبقى مسؤول على حاسه السميل. طيب قبل ما نخش على اللارنكس، احنا عندنا الاوليفاكتوري ايبيثيليوم، قلنا كان نيورو ايبيثيليوم، تمام، وبتكون من 3 انواع من السيل، من اسمها اوليفاكتوري سيل، وبما انها نيورو ايبيثيليوم فبيتكون من سبورتنج سيل وبيزل سيل او الستيم سيل او الريسيرف ستيم سيل. يبقى الاوليفاكتوري بيتكون من 3 انواع من السيل، اوليفاكتوري من اسمها اوليفاكتوري سيل، واللي سبورتنج سيل، وبيزل سيل. يبقى السيل بتاعت الاوليفاكتوري ميوكوزا، عندك الاوليفاكتوري سيل من اسمها الاوليفاكتوري، يبقى بتكون من الاوليفاكتوري سيل، وبما ان الاوليفاكتوري ده بيكون نيورو ايبيثيليوم فبيتكون كمان من سبورتنج سيل وبيزل سيل، او اللي بسميها ستيم سيل، بتكون ستيم سيل للسبورتنج، والسبورتنج بتعمل سبورتنج للاوليفاكتوري،
فبيكونوا ايه all of the above. يبقى الاولفاكتوري ميوكوزا بيتكون من اولفاكتوري سيل وسبورتنج سيل وبيزل سيل. طب نخش بعد كده على اللارنكس اللي هي مين الحنجره. قال لك بيتكون من نوعين من الكارتليج، هاي لاين كارتليج والاستيك كارتليج. قال لك بيتكون من 6 انواع من الكارتليج متقسمين بالتساوي 3 الاستيك و3 هاي لاين. يبقى اول حاجه في اللارنكس الحنجره متكونه من 6 انواع من الكارتليج، 3 منهم هاي لاين و3 منهم الاستيك. كمان متكونه من مصل اسمها ايه سترييتد لارنجيد مصل، سترييتد لارنجيد مصل، ومتكونه كمان من ميوكوزا. طيب وفيها كمان الفوكال كوردس اللي هي الاحبال الصوتيه. يبقى اللارنكس متكونه من ايه؟ متكونه من مصل سترييتد لارنجيد مصل، متكونه من فوكال كورد الاحبال الصوتيه، متكونه من كارتليج هاي لاين والاستيك. 6 3 منهم هاي لاين و3 الاستيك، متكون من 6 انواع من الكارتليج متقسمين بالتساوي 3 هاي لاين و3 الاستيك. طيب الاجزاء بقى بتاعتها عندك الثايرويد والكروكويد واللور بارتس بتاع الاريتينويد، ده بيكون هاي لاين كارتليج والهاي لاين ده بيكون اللارج. يبقى بالراحه تاني، احنا عندنا اللانكس متكونه من 6 انواع من الكارتليج، 3 منهم هاي لاين وثلاثة منهم إلاستيك. مين اللي بيكون الهايلاين؟ ثلاثة، سيرويد كروكويد اللور بارتس بتاع الأريتينويد. طيب الثلاثة اللي بيكونوا إلاستيك مين؟ الإبيجلوتس الإبيجلوتس والكوريني كليات كوريني كليات والكينوفورم والفوكال بروسيس اللي هو بصص على الفوكال كافيت اللي هي قلبيها بتاع الأريتينويد. يبقى الأريتينويد ده ليه حاجتين، ليه اللور بارتس وده بيكون هاي لاين مع الثايرويد والكروكويد، وده بيكون هاي لاين. عندي الفوكال بروسيس بتاع الاريتينويد ده بيكون مع الالاستيك. يبقى تاني اللارنكس بتتكون من ايه؟ 6 انواع من الكارتليج، 3 منهم هاي لاين و3 الاستيك. الهاي لاين بيكون الثايرويد والكروكويد واللور بارتس بتاعت الاريتينويد، الالاستيك الابيجلوتس والكرينوكليات والكينوفورم والفوكال بتاعت الارتينويد. قال لك كل اللارنكس عباره عن ريسبيراتوري ايبيثيليوم. يبقى كل اللارنكس يبقى سهلها لنا كده، كل اللارنكس عباره عن ريسبيراتوري ايبيثيليوم ما عدا الجزء بتاع الميوكوزا والفوكال كوردس، ده بيكون ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايز زي الفوكال الاورال كافيتي اللي كان في اللي كان في الفارنكس. يبقى تاني عندنا اللارنكس متكونه من 6 انواع من الكارتريج، 3 هاي لاين 3 الاستيك. الهاي لاين الثايرويد كروكويد اللور بارتس بتاع الارتينويد كلهم عباره عن ريسبيراتوري ايبيثيليوم، كلهم عباره عن ريسبيراتوري ايبيثيليوم. يبقى لما يقول لي الابيثيليوم بتاع مين؟ بتاع اللارنكس. احنا قلنا كل اللارنكس عباره عن ريسبيراتوري ابيثيليوم ما عدا حاجتين، قال لك ما عدا الميوكوزا بتاعت الابيجلوتس ابيجلوتس والفوكال الفوكال كورد اللي هي الاحبال الصوتيه فوكال كورد الاحبال الصوتيه. ودول كانوا بالمناسبه ال ايه انواع الكارتليج كان الالاستيك دول مالهم ايه نوع الابيثيليوم. احنا اخدنا الكارتليج ايه نوع الابيثيليوم بتاعه اللايند ابيثيليوم، دول كانوا استراتيفايد سكويموس نون كيراتينايز. يبقى كل اللارنكس عباره عن ريسبيراتوري ابيثيليوم ما عدا الميوكوزا اوف انتيريور بورشن بتاع الابيجلوتس والفوكال كورد عباره عن مين؟ عباره عن ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايز. يبقى اللايند ابيثيليوم بتاع اللارنكس كل اللارنكس لايند ابيثيليوم بتاعها ريسبيراتوري ابيثيليوم ما عدا حاجتين، الميوكوزا اوف انتيريور سيرفيس او انتيريور بورشن او انتيريور سيرفيس او انتيريور اسبكت بتاع مين؟ بتاع الابيجلوتس وبتاع الفوكال كوردس الاحبال الصوتيه. الاثنين دول مالهم؟ اللاين ابيثيليوم بتاعهم ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد باقي ما باقي
كل اللارنكس كل اجزائها مالها ريسبيراتوري بيسيلا ما عدا الجزئين دول الفوكال والابيجلوتس. الفوكال والابيجلوتس ستراتيفايد سكويموس نون كيراتينايزد. طيب عندنا التراكية. شكل التراكية بيقول لك ان هي 20 سي شيب من الهايلاين كارتليج، 20 سي شيب ورا بعض كده من الهايلاين كهايلاين هايلاين ورا هايلاين ولا هايلاين ولا هايلاين، 20 كارتليج ورا بعض متكونين ايه عامله زي ايه عامله زي السي شيب، يعني في جزء كده ايه مش كامل دايره ناقصه. قال لك الجزء الناقص ده بيكون عباره او الديفيشنس اريا الجزء ده بيكون عباره عن ايه، بيكون عباره عن مسل فايبر، بيكون عباره عن مسل سموث مسل سموث من المسل فايبر، وده موجود في البوستيريور الحته المفتوحه باقي في السي شيب موجوده في البوستيريور بتاع التراكيه. هذا هو البوستيريور سيرفيس بتاعها، ده الجزء ايه ده الجزء اللي مش متغطي ب او ده الجزء المتغطي بسموث مسل. يعني هي عباره عن 20 سي شيب ورا بعض عامله شكل السي شيب، الجزء المتبقي او الديفيشنس اريا دي بتكون في الجزء البوستيريور متكونه من سموث مسل فايبر. مسل فايبر ده بالنسبه لشكل مين؟ ده بالنسبه لشكل ال التراكيه شكلها 20 سي شيب من الهايلاين انكمبليت، الجزء اللي فاضل ده بعبيه بال مسل فايبر وده بيكون في الجزء البوستيريور من التراكيه. طيب اللاين بتاع التراكيه بيكون ريسبيراتوري ايبيثيليوم برضو، يعني سود ستراتيفايد سيليتد ويز جوبلت سيل، سود ستراتيفايد كولامينر سيليتد ويز جوبلت سيل. التراكيه احنا قلنا ايه التراكيه بتكون ريسبيراتوري ايبيثيليوم، يبقى اللاين الايبيثيليوم بتاع التراكيه بيكون ريسبيراتوري ايبيثيليوم. ريسبيراتوري ايبيثيليوم يعني سودو ستراتيفايد سيليتد ويز جوبلت سيل، سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ويز جوبلت سيل. طيب عندنا نبدا اول حاجه في مكونات التراكيه، اول حاجه مين؟ الميوكوزا. الميوكوزا بالال ام بتتشاف ايه ريسبيراتوري بيسيليوم، يعني سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ويز جوبلت سيل، سودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ويز جوبلت سيل. يعني هي ايه؟ يعني ريسبيراتوري بيسيليوم. ما احنا قلنا كل التراكيه عبارة عن ريسبيراتوري ايبيثيليوم وهي باللون الاخضر. طيب بالام بشوف حاجة اسمها البراش سيل، البراش سيل وتكون زائد فيه ستيم سيل او دينس سيل. بالام بشوف البراش سيل او الدينس سيل دي فين؟ في الاجزاء الميوكوزا. تاني حاجة بشوفها الكولوشيسكي سيل ودي بتكون كيمو ريسبتور، معها المايكروفيلاي بتكون برضو كيمو ريسبتور. يبقى الميوكوزا بتشوف فيها كام حاجه كده، بالال ام بتشوفها ريسبيراتوري ايبيثيليوم يعني سود ستراتيفايد سيليتد كولامينر ويز جوبلت سيل، بتشوف الدينس سيل، بتشوف الكولوشيستي سيل بتكون كيمو ريسبتور والمايكروفيلاي بيكون كيمو ريسبتور. يبقى عندك 2 كيمو ريسبتور، الكولوشيستي سيل والمايكروفيلاي، وعندك فوق في ال في النزل في ال في دي اللي هي بتكون بارا ريسبتور النيزل كافيتي، الجزء الاولفاكتوري بيكون ماله فين؟ الجزء الاولفاكتوري سيل بيكون كيمو ريسبتور، بيكون برضو كيمو ريسبتور. طيب معها الكولوشيستي سيل والمايكروفيلاي اللي هو في الميوكوزا بتاع التراكيه بيكونوا برضو كيمو ريسبتور. يبقى التراكيه اللاين الابسيليم بتاعها مين؟ ريسبيراتوري ابسيليم، ريسبيراتوري ابسيليم. يبقى ريسبيراتوري ابسيليم كده كذا حاجه، كان التراكيه الريسبيراتوري بتاعها، وكان البارا البارا نيزل البارا نيزل، ما احنا قلنا البارا نيزل اولها بي، يبقى بيكون ريسبيراتوري ابسيليم يعني بيكون سود ستراتيفايد، وبيكون البوستيريور بورشن بتاع النيزل كافيتي، البوستيريور بتاع النيزل كافيتي كمان بيكون الجزء الجزء بتاع الفرنكس او الاثنين الجزء
احنا قلنا ماشي اللارنكس، كل اللارنكس ما عدا حاجتين، الانتيريور سيرفيس بتاع الابيجلوتس والفوكال، وده بيكون استراتيفايد سكويماس نون كاراتينايزد، زائد في الفارنكس. فين مش مكتوب الفارنكس هنا؟ طب مش مكتوب. الفارنكس عندي كان حاجتين، النيزو فارنكس واللينجو فارنكس، كانوا بيكونوا برضو ريسبيراتوري ابيثيليوم. بعد كده الصب ميوكوزا، ودي بتكون كونكتيف تيشو. يبقى الصب ميوكوزا دي بتكون مالها كونكتيف تيشو، بتكونوا ميكس الجلان من السيرس والميوكوس. احنا قلنا في اللارنكس ان هي متكونه من 6 انواع من الكارتليج، 3 منهم الاستيك و3 هايلاين. يبقى لما يقول لي اللارنكس متكونه من ايه نوع الكارتليج متكون في اللارنكس، هتقول له الحاجتين، عندك الهايلاين وعندك الالاستيك. يبقى اللارنكس متكون من ايه نوع الكارتليج؟ هايلاين والاستيك. الهايلاين اللي هو كان الثايرويد والكروكويد واللور بارتس بتاع مين؟ بتاع الاريتينويد. تمام. ده كان الهايلاين. الالاستيك بقى اللي كان الباقي. يبقى متكون من ايه اللارنكس عموما؟ متكون من الاثنين، الهايلاين والالاستيك، يعني بي وسي. طيب نوع اللايند ابيثيليوم في التراكيه، احنا قلنا التراكيه ريسبيراتوري ابيثيليوم. ريسبيراتوري يبقى الجمله بتاعتك سود ستراتيفايد كولامينر سيليتد ويز جوبلت سيل، ده معناها هي الريسبيراتوري ابيثيليوم. يبقى التراكيه كان من ضمن الريسبيراتوري ابيثيليوم، يعني سود ستراتيفايد كولامينر سيليتد ويز جوبلت سيل. قلنا هنا ان التراكيه بيكون عبارة عن C20 سي شيب من الهايلاين كارتليج، بتكون ايه انكمبليت كده، انكمبليت يعني غير كامل. الجزء اللي هو في الاخر ده بيكون ماله، اللي هو في البوستيرير، بيكون عبارة عن سموث مصر. يبقى في التراكية وينوتس بنلاحظها على هيئة ايه؟ على هيئة شيب بليت اور انكمبليت رينج، يعني عامله زي الرينج الخاتم كده، بيكون من ايه؟ من الكارتليج، من الهايلاين كارتليج. تمام. اخر جزء متكون في التراكيه هو مين؟ هو الفايبرو كارتليج رينج هايلاين. فايبرو كارتليج رينج هايلاين. اخر حاجه عندي الانترنال الاستيك لامينا، بتكون ما بين الميوكوزا والسب ميوكوزا. يبقى بين الميوكوزا والسب ميوكوزا عندي انترنال الاستيك لامينا. يبقى تاني كده التراكيه، قال لك التراكيه دي عباره عن 20 سي شيب من الهايلاين كارتليج، بتكون عامله زي الدايره بس مش مقفوله. تمام. انكمبليت الجزء البوستيرور بتاعها اللي هو انكمبليت، بتكون من ايه؟ من سموث ماسل فايبر. الابسيليوم بتاعها لايند باي ايه؟ ريسبيراتوري ابسيليوم، يعني سود ستراتيفايد سيليتد جوبلت سيل، متكون من الميوكوزا والسب ميوكوزا والفايبر كارتليج رينج هايلاين. بعد كده عندي التراكية هتنقسم ليه؟ 2 برونكاي اكسترا وانترو. اكسترا بالموناري برونكاي وانترا بالموناري برونكاي. طيب عايز هنا بعد كده عايز الفرق ما بين الاكسترا والانترا بالموناري برونكس. تمام. نختار اسهل 3 حاجات ونقارن ما بينهم. نختار اليومن كلمتين، في الاكسترا بيكون وايد والانترا بيكون نارو. طب ليه؟ قالك ان انت نازل، وانت نازل من فوق انت عندك بتوسع، بعد كده بتنزل، يعني كل ما تنزل كل ما تضيق. بص هنا الوايد بتاع الاكسترا بالمونري برونكس، وهنا الانترا بالمونري برونكس. بالمناسبه الاكسترا هي التراكيا، يعني فيها كل مواصفات التراكيا، فانا بعتبر الاكسترا بالمونري برونكس هي التراكيا. المهم اليومن في الاكسترا بيكون ماله وايد واسع، طب في الانترا بيكون نارو ضيق. كل منزل كل ما بيضيق. يبقى في الاكسترا بالمونري برونكس بيكون وايد، في الانترا بيكون ضيق. طيب الله اكبر الله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا سمعتم النداء، يعني المقصود بالاذان، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني تفضل تردد وتقول مع الاذان. ومن المستحب بين الأذان والإقامة، دي بتكون من الأوقات المستحب فيها الدعاء، يعني الدعاء بين الأذان والإقامة
دعاء ان شاء الله من الادعيه اللي بتكون مستجابه. طيب قلنا في ال في احنا قلنا في اليومن، يعني اليومن بتاعك احنا قلنا في الاكسترا بيكون وايد، في الانترا بيكون نارو. طيب نوع الابيسيليوم بقى في كل واحده منهم، قال لك الاكسترا بيكون هما الاثنين بيكونوا ريسبيراتوري. يعني ايه ريسبيراتوري؟ يعني سودو ستراتيفايد كولامينر سيلييتد ويز جوبلت سيل. طيب يبقى كده هما الاثنين مساويين ولا ايه؟ لا، انت عندك في الاكسترا بيكون مور من الجوبلت سيل، في الانترا بيكون فيو او ليس من الجوبلت سيل. يعني الجوبلت سيل في الانترا بتكون قليله، في الاكسترا حتى من اسمها اكسترا فبتكون كتيره. وهنا اليومن بيكون وايد، عندك السهم طالع يعني في الاكسترا. تمام. طيب نوع الكارتليج، قال لك ده كومبليت رينج كارتليج، يعني بيكون شبه الفص كده او الخاتم، بيكون كومبليت يعني مكتمل من الهايلاين كارتليج. طب الانترا برضو من الهايلاين كارتليج، بس الفرق بيكون الريجولار بليتس، يعني بيكون غير منتظم كده ومتقطع. بليتس، بليتس يعني معناها متقطع غير منتظم، الريجولار. يبقى تاني الاكسترا بيتفوق من حيث الكارتليج، ان الاكسترا بيكون كومبليت رينج، انما الانترا بيكون ماله؟ بيكون الريجولار بليتس متقطع كده، لكن هما الاثنين في الهايلاين كارتليج زي ما كانوا هما الاثنين في الابيسيليوم، لكن الاكسترا كان بيتفوق من هو مور من الجوبلت سيل، لكن الانترا بيكون ليس من الجوبلت سيل. كمان الوايد اليومن قصدي، كمان في الاكسترا بيكون وايد، بيكون واسع، في الانترا بالمونري برونكاس بيكون نارو ضيق. طيب في الصب ميوكوزا، في الصب ميوكوزا هنا في الاكسترا برضو يتفوق، بيكون بريزنت يعني بتكون موجوده، في الانترا بتكون غايبه. ده في الصب ميوكوزا. تمام. طيب نشوف بعد كده، بيقول لي الميكسد جلاند في الاكسترا بتكون موجوده في الصب ميوكوزا، يبقى الميكسد جلاند برضو موجوده، يتفوق ان هو يكون موجوده في الصب ميوكوزا. قال لك في الانترا بتكون موجوده بين الكارتليج بليتس، اللي هي بين الكارتليج اللي بيكون متقطع، يبقى دي موجوده في الصب ميوكوزا، هنا موجوده في الكارتليج بليتس. يبقى تاني الحاجات المقارنه ما بين الاكسترا بالمونري برونكس والانترا بالمونري برونكس، في اليومن الاكسترا يتفوق ان هو وايد، الابيسيليوم هما الاثنين ريسبيراتوري، لكن في الاكسترا مور جوبلت، في الانترا فيو من الجوبلت. طيب ماشي. في الكارتليج بيكون كومبليت رينج هايلاين كارتليج، في الانترا بيكون الريجولار بليت من الهايلاين كارتليج، في الصب ميوكوزا هنا بريزنت، هنا ابسنت غايبه، في الميكسد دي موجوده في الصب ميوكوزا اللي هي كده كده اصلا موجوده، انما هنا موجوده في الانترا، موجوده في الكارتليج بليت او البليت كارتليج. طيب بيقول لي هنا انيومريت قول يعني باختصار الهايلاين كارتليج اللي موجود في اللارينكس. احنا قلنا اللارينكس موجود فيها في ثلاث اماكن الهايلاين، في الثايرويد والكروكويد واللور بارتس او اللور سيرفيس للاريتينويد. طيب عايز بعد كده الالاستيك كارتيج الموجود في اللارنكس، اعكس بقى، بدل ما هو كان اللور بارتس او اللور سيرفيس بال في الاريتينويد، قال لك الفوكال بروسيس بال في الاريتينويد، والابيجلوتس والكورنيوكليت او كورنيو شليت والكيونيفورم. ماشي. يبقى الابيجلوت ده في الالاستيك، احنا قلنا الهايلاين تلات حاجات، السيرويد كريكويد مش كريكويد واللور بارتس من الاريتينويد. عندك الالاستيك، الفوكال بروسيس في الاريتينويد، الكيونيفورم، الكورنيوكليت والابيجلوتس. طيب المقارنة التانية هتكون بين البرونكيول. طيب بيقول لي المقارنة ما بين الانترا بالمونري برونكس والبرونكيول،
برضه هقارن ما بين الحاجات اللي هي طبيعية الابيسيليوم. قال لك الابيسيليوم في الانترا، احنا عرفنا ان في الانترا سود ستراتيفايد سيليتد ويز فيو من الجوبلت سيل. هزود عليها ان مفيش كلارا سيل. الكلارا سيل دي المسؤولة على ان هي بتفرز السيرفاكتنت. في الانترا مفيش سيرفاكتنت، يبقى مفيش كلارا سيل اللي هي بتفرز السيرفاكتنت. يبقى سود ستراتيفايد كولومينر سيليتد ويز فيو، احنا قلنا الانترا بيكون فيو انما الاكسترا بتكون مور من الجوبلت سيل. مفيش هنا كلارا سيل، هنا في كلارا سيل يعني بريزنت للكلارا سيل، يعني موجود اكيد سيرفاكتنت لان الكلارا سيل هي اللي بتفرز السيرفاكتنت. طيب الماسل لاير، طبقه الماسل دي بتكون موجوده في الانترا، يبقى الانترا بتعوض النقص بتاعها اللي حصل بالمقارنه بتاعتها بالاكسترا. الانترا هنا كان متداس عليه، كان هنا الاكسترا، كان هنا اليومن كان فيه وايد، الابيسيليوم هنا كان سوبر ستراتيفايد في الاكسترا، ومول جوبلت سيل هنا فيو من الجوبلت سيل، كان الساب ميكوزا هنا كانت ابسنت، كان الليمفاتيك نيديول هنا ما كانتش، هنا كانت هنا الوحيده كانت بتفوز في الليمفاتيك نيديول. انما الباقي هتقول ان هي مثلا في الكارتليج دي كانت كومبليت لينج، هنا كانت كان الريجولار كارتليج وكان متقطع، فاهمني؟ فهي بتعوض النقص اللي خسرته مع الاكسترا. هنا الانترا، هنا بيكون الماسل لاير بتكون بريزنت موجوده، الكارتينجينس بليد يعني الكارتج المتقطع هنا بيكون موجود، هنا بيكون غايب. البرونكيول، البرونكيول جلاند هنا بتكون موجوده، هنا بتكون غايبه. الليمفاتيك نيديول هنا بتكون بريزنت، هنا بتكون ابسنت مش موجوده. دي كانت المقارنه ما بين الانترا والاكسترا. تاني الابيسيليوم، هنا بيكون سود ستراتيفايد سيليتد ويز فيو من الجوبلت سيل، هنا بيكون لو كولامينر اور كيوبويدال سيليتد ويز، مفيش جوبلت سيل لكن في كلارا، يبقى هي مفيش جوبلت سيل لكن في كلارا. هنا مفيش كلارا خالص في الانترا بالموناري برونكس. في المسل هنا موجوده، هنا ويل ديفلوبد يعني موجوده ومتطوره كمان يعني ويل ديفلوبد. في الكارتيليجينس بليت هنا بتكون بريزنت، هنا بتكون ابسنت. في البرونكيول جلاند هنا بتكون بريزنت، هنا بتكون ابسنت. في البرونكيول الليمفاتيك نيديول في الانترا بالموناري برونكس بتكون موجوده، في البرونكيول بتكون ابسنت مش موجوده. طيب عندنا الكلارا سيل اللي بتفرز السيرفاكتنت، يبقى مين اللي بيفرز السيرفاكتنت؟ الكلارا سيل. يبقى مين اللي بيفرز السيرفاكتنت؟ الكلارا سيل. طيب الكلارا سيل دي اللي هي مسؤوله عن ان هي مين اللي بيفرزها؟ الكلاروسيل. طيب الكلاروسيل اللي فيها ايه تاني؟ بالاي ام الكترو مايكروسكوب بشوف فيها المايكروفيلاي، بشوف فيها النيوكليوس، بتكون ويل ديفلوبد من الاس سي ار. يبقى بتكون الكلاروسيل ويل ديفلوب من الاس سي ار، ان هي بتفرز الليبيد دروبلت، بتفرز الليبيد دروبلت. تمام. كمان السيرفاكتنت ده وظيفته ان هو بريفنت كولابس من البرونكيول، بيمنع ان هو الالتصاق، وبيريديوس بيقلل السيرفس تنشن، وان يكون في احتكاك بين الكلارا سيل وبين بين الكلارا سيل والسيل اللي جنبها. فالسيرفاكتنت ده بيلين الموضوع وبيمنع الكولابسنج اللي هو يحصل في البرونكيول، وبيقلل كمان السيرفس تنشن. احنا عندنا هنا البرونكيول من خصائصها ان هي بتكون ويل ديفلوب من المسل لاير. بتكون ويل ديفلوب من المسل لاير لان بمقارنتها مع الانترا بالموناري برونكس، كانت الانترا بالموناري برونكس كانت موجوده من المسل لاير، وكان البرونكيول كانت ويل ديفلوب من المسل لاير. موجود فيها كارتريجنس بليت؟ لا، مش موجود فيها الكارتليج اللي هو متقطع، ده موجود في الانترا. طب موجود فيها ميوكاس جلاند؟ لا. سيمبل سكويمس؟ لا. هي المصل اللي فيها، المصل لاير اللي فيها اللي في البرونكيول بتكون ويل ديفلوبد. هذا هو البرونكيول، المصل لاير اللي فيها بتكون ويل ديفلوبد، انما في الانترا بيكون بريزنت بس. بعد كده عايز المقارنه ما بين التايب 1 والتايب 2 من الالفولار ابيسيليوم او الالفولاي. الفولاي طيب عندنا تايب 1 بيكون 97% المعلوم، وتايب 2 بيكون 3%. يبقى تايب 1 من الالفولاي بيكون 97%، تايب 2 بيكون 3%. طيب
الشيب بقى الشكل. قال لك التايب 1 بيكون سكويمس وفي تايت جنكشن، هما الاثنين فيهم كونكتد باي تايت جنكشن، يعني مرتبطين مع بعض بايه؟ بتايت جنكشن في النص. التايب 1 بيكون سكويمس، تايب 2 بيكون راوندد مدور. يبقى تايب 1 بيكون سكويمس، تايب 2 بيكون ماله راوندد. طيب بالال ام والاي ام، تايب 1 بيكون قليل في كل حاجه، يعني تايب 2 يعني هو بقى 2 بقى مركز، يعني بقى رقم 2 فبقى احسن من رقم 1، يعني بقى المركز يعني ايه تفوقه برقم، يعني 1 اكتر ولا 2؟ 2 اكبر. فالتايب 1 بيكون اقل في كل حاجه، بيكون اقل في السيتوبلازم، اقل في الار اي ار، اقل في المايكروفلاي، بيكون سن من البيزمنت ميمبرين. نيجي بقى بالتايب 2 اللي هو اكتر منه، بيكون ماتش من السيتوبلازم، ميني من الار اي ار، ماتش من المايكروفلاي، وبيكون في سيرفاكتنت، ده هو المسؤول على اللي هو ايه يفرز سيرفاكتنت ويكون السيرفاكتنت من الفانكشن بتاعته ان هو ايه سكريشن للسيرفاكتنت. ده تايب 2 من الالفولاي، وبيكون ستيم سيل لتايب 1، يعني هو بيكون خلايا جذعيه لتايب 1 بيكونها كمان زائد ان هو بيفرز سيرفاكتنت. طب التايب 1 وظيفتها ايه؟ الجاز اكستشين، تبادل الغازات، الجاز اكستشين. لكن وظيفه تايب 2 دي اللي بتفرز مين؟ دي اللي بتكون السيرفاكتنت واللي بتفرزه اللي كانت في الكلاروسيل. طب الديفيجن قال لك تايب 1 احنا قلنا قال في كل حاجه لا ينقسم، انما تايب 2 هو اللي بينقسم، هو اللي بيكون، هو اللي بيكون ستيم سيل. لكن تايب 1 دي ايه؟ دي الخلايا اللي هي ايه لا تنقسم، دي وصلت للمرحله اللي هي ايه الويل ديفولبد بتاعتها فهي لا تنقسم. لكن مين اللي بينقسم وبيبقى ستيم سيل؟ تايب 2. يبقى تاني تايب 1 وتايب 2 المقارنه اللي ما بينهم، تايب 1 احنا قلنا 97%، تايب 2 3%. تايب 1 الشيب بتاعه بيكون سكويمس هما الاثنين، تايب 2 بيكون راوندد هما الاثنين كونكتد ويز تايت جنكشن. ال ال ام وال ام، تايب 1 بيكون اقل في كل حاجه، اقل في السيتوبلازم، اقل في الار اي ار، اقل في المايكروفلاي، واقل في وسن في البيزمنت ممبرين. هنا بيكون في سيتوبلازم كتير، ار اي ار كتير، يعني القليل هنا خليه كبير هنا، السيتوبلازم هنا قليل خلي السيتوبلازم هنا كبير، الار اي ار قليله خلي الار اي ار هنا كبيره، المايكروفلاي هنا قليله خليه هنا ايه كتيره. هنا لا تنقسم، هنا التايب 2 بتبقى ستيم سيل فتستطيع ان هي تنقسم وتكون تايب 1. هنا جاز اتش تشينج المسؤول عنها، هنا المسؤول عنها السيرفاكتنت اللي هي سكريشن السيرفاكتنت. طيب اخر حاجه كده الالفولار كابيلاري، قال لك ان هي اللاينت بتاعتها بالابيسيليوم كونتينوس ابيسيليوم، دي ما خدناهوش قبل كده. ده يبقى الالفولار ابيسيليوم نوع الابيسيليوم بتاعها ايه؟ كونتينوس اندوسيليوم، كونتينوس اندوسيليوم تمام. بيكون البلاد اير بارير بيمنع التشو ان يوصل لها غاز، يمنع التشو فلويد انتو الفولار اير سيرفيس، بيمنع الهواء ان هو ايه يوصل له. كمان بيفرز السيرفاكتنت احنا قلنا عليه. طيب في تاني، طب بعد كده بيقول لي ان في حاجه اسمها الالفولار فيكسد ماكروفيج، الماكروفيج اللي موجود في الالفولار بيكون من النوع الفيكسد. طيب عندي نوعين من الماكروفيج، يا اما داست ماكروفيج ودي بتعمل فاجوسايت بلع هضم اكل للدست بارتكل للاتربه والجزيئات اللي هي ايه الدست. طب في حالات الهارت فيلير سيل، في زي دم بيتسرب كده بره القلب في حالات الهارت فيلير كيزس، في الحالات الهارت فيلير، فوظيفه الهارت فيلير سيل دي ان هي بتعمل فاجوسايتوزيس للاكسترا فاسيتد بلاد، للبلاد اللي هو خارج في حالات الهارت فيلير كيزس. يبقى تاني الالفولار فيكسد ماكروفيج عندي نوعين منها، الداست سيل ومن اسمها داست سيل، يبقى بتعمل ماكروفيج للداست بارتكلز. طب الهارت فيلير سيل بتعمل فاجوسايت في حاله الهارت فيلير كيزس، بتعمل فاجوسايت للاكسترا فاسيتد بلاد. ونشكر طبعا نور درايف ليدر الهيستولوجي على التلخيص ده، شكرا جدا يا عم الناس.